بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، ولا هيئة ولا صورة ولا جسم ولا أعضاء له. جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب المجلس الثاني، حيث سنبدأ بشرح كتاب الدرة البهية حل ألفاظ العقيدة الطحاوية لمؤلفه أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة إذا أطلق يراد به الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يقال لهم أهل السنة. والسنة هنا معناها الشريعة، تشمل العقيدة والأحكام، ليس معناها صلاة السنة. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. قال شيخنا الهرري رحمه الله رحمة واسعة: قول المؤلف رحمه الله على مذهب فقهاء الملة، أي على ما ذهب إليه فقهاء الملة. والفقهاء جمع فقيه، والفقيه العالم بالفقه، والفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. في الماضي كانت كلمة الفقيه لا تطلق إلا على المجتهد، كان إذا قيل فلان فقيه يعني مجتهد، هذا كان اصطلاحهم في الماضي، ثم تغير، ضعف العلم فتغير الاصطلاح، حتى صار في العصور المتأخرة إذا واحد حفظ وفهم كتاب التنبيه في الفقه الشافعي يقولون عنه فقيه. لكن فرق كبير بين الفقيه في اصطلاح المتقدمين والفقيه والعالم في اصطلاح المتأخرين. ومعنى الملة أي ملة الإسلام، وهي التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشريعة والدين. قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: أبي حنيفة النعمان هو الإمام المجتهد فقيه الأمة، النعمان بن ثابت التيمي الكوفي رضي الله عنه. ولد سنة 80 للهجرة، وكان خزازا يبيع الخز وهو نوع من النسيج. أدرك ستة من الصحابة وروى عنهم وهم
أنس بن مالك وعبد الله بن أنس وواسلة بن الأسقع وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن جزء الزبيدي ومعقل بن يسار رضي الله عنهم أجمعين. وكانت وفاته سنة 150 للهجرة، لإحدى عشر ليلة خلت من جماد الأولى، فقيل مات قمر وولد قمر، لأنه في هذه السنة ولد الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقيل إنه مات في السجن لرفضه أن يلي القضاء، وقد خرج في جنازته قريب 50,000، فصلي عليه ودفن في مقبرة الخيزران في بغداد رحمات الله الواسعة عليه. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري: فهو الإمام المجتهد، العلامة المحدث، قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي رضي الله عنه. ولد بالكوفة سنة 113، وتوفي سنة 182 للهجرة، وكان من أنبل تلامذة أبي حنيفة، وأول من نشر مذهبه، وكان فقيها علامة من حفاظ الحديث. ولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، ومات في خلافته. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني: فهو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني من موالي بني شيبان رضي الله عنه، الحنفي أبو عبد الله، ولد بواسط في العراق سنة 135، ونشر علم أبي حنيفة، أصله من قرية حرستا في غوطة دمشق، ونشأ بالكوفة، وتوفي بالري سنة 189، وكان صاحب أبي حنيفة وتلميذة، ثم طلع بالعلم بحرا. هؤلاء الثلاثة من السلف، والسلف أهل القرون الثلاثة الأولى الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعلى تفسير القرن بمئة سنة، فالسلف هم من كانوا ضمن الثلاثمائة، على تفسير الحافظ أبو القاسم علي بن محمد بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر، الذي ولد سنة 499، وتوفي سنة 571. وأبو جعفر رضي الله عنه لم يلقى أبا حنيفة ولا صاحبيه، لكن وصل إليه علمهم بواسطة الطريق الصحيح. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله رضوان الله عليهم أجمعين: وما يعتقدون من أصول الدين؟ علم أصول الدين هو علم التوحيد الذي هو أساس قواعد الإسلام، وهو أشرف العلوم. وقيل في تعريفه: هو علم يبحث فيه عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وأحوال المخلوقين من الملائكة والأنبياء والأولياء والأئمة، والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام لا على أصول الفلاسفة، فإنهم أي الفلاسفة تكلموا في حق الله وفي حق الملائكة وغير ذلك اعتمادا على مجرد النظر والعقل، فجعلوا العقل أصلا للدين، فلا يتقيدون بالتوثيق بين النظر العقلي وبين ما جاء عن الأنبياء. أما علماء التوحيد فيتكلمون في ذلك من باب الاستشهاد بالعقل على صحة ما جاء عن الله
وعلى صحة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندهم العقل شاهد للدين وليس أصلا للدين. هذا الكلام الذي قاله الطحاوي رضي الله عنه بذكر هذين المجتهدين بعد أبي حنيفة ليس معناه أن هذا هم اختصوا به دون سواهم، لا، إنما يريد بذلك أن سبك العبارات التي يذكرها الآن المؤلف أبو جعفر الطحاوي على طريقة هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين ذكرهم، وإلا فهذه العقيدة هي عقيدة كل المسلمين. هذا الشرح اللطيف للدرة البهية لشيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخنا الهرري رحمه الله الشرح: يقول الطحاوي إن هذه الرسالة هي ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على حسب ما قرره أبو حنيفة وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، أي من حيث سبق العبارات أضع هذه الرسالة على أسلوب هؤلاء الأئمة الثلاثة. أما من حيث المعنى فهو مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة كلهم بلا استثناء. وأهل السنة والجماعة هم الصحابة ومن تبعهم في المعتقد، ولو كان من حيث الأعمال مقصرا إلى حد كبير. يقول الطحاوي: هذا ذكر العقيدة التي يتفق عليها أهل السنة والجماعة، وأهل السنة هم جمهور الأمة المحمدية، وهم الصحابة ومن تبعهم في المعتقد، أي أصول الاعتقاد. أهل السنة هم من على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. والطحاوي ألف العقيدة الطحاوية لبيان عقيدة علماء أهل عصره ومن قبلهم من الصحابة، ليس تعبيرا عن معتقده الخاص. والجماعة المراد بهم هنا جمهور المسلمين، لأن المسلمين بعد الصحابة جمهورهم ثبتوا على ما كان عليه الصحابة من حيث المعتقد ولم يخرجوا عنه، وهم المرادون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وهم المرادون أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. قال شيخنا الهرري رضي الله عنه: ونص الطحاوي على ذكر هؤلاء الفقهاء لأنه كان في الفروع على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وليست هذه العقيدة خاصة بهؤلاء، بل هي معتقد أهل السنة والجماعة. الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه لما وجد أن أبا حنيفة وأبي يوسف تلميذه ومحمد بن الحسن موافق في أصول الدين وأصول الفقه، لا يخالف أصول أهل السنة والجماعة، ولا كلامه في الفروع مخالف، ليسوا شاذين، لا يأتون بآراء يخرقون الإجماع، سماهم فقهاء الملة، وهم يستحقون ذلك رضي الله عنهم. وكل ما ينقله الطحاوي رضي الله عنه في هذا الكتاب هو معتقد أبي حنيفة وصاحبيه، بل هو معتقد أهل السنة والجماعة، إنما لما كان تعبيره على ما نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه
خص هؤلاء الثلاثة من بين أهل السنة والجماعة بالذكر في مقدمة العقيدة. هي عقيدة كل أهل السنة، لكن خص هؤلاء بالذكر بإيراد عباراتهم في الفروع والأصول. قال شيخنا الهرري رضي الله عنه: وإنما قال في افتتاح هذه العقيدة: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، لقوله تعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالسنة عبارة عن الطريقة. في اللغة العربية السنة معناها الطريقة، ومعنى على بصيرة أي أن كل ما جاء به الإسلام لا يرده العقل الصحيح. فقوله تعالى قل هذه سبيلي أي الدعوة للإيمان والتوحيد. المعنى قل يا محمد للمشركين هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها، سبيلي أي سنتي ومنهاجي. قل يا محمد هذه الطريقة والدعوة طريقتي التي سلكتها وأنا عليها. والسبيل الطريق. ثم فسر سبيله بقوله تعالى أدعو إلى الله، يعني لا إلى غيره من ملك أو إنسان أو كوكب أو صنم، إنما دعائي إلى الله وحده. أدعو إلى الله على بصيرة أي أدعو إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء. على بصيرة أي حجة واضحة وبرهان متيقن. أنا ومن اتبعني أي أدعو إلى سبيل الله، أنا ويدعو إليه من اتبعني على حجة وبرهان لا على هوى. فالسنة عبارة عن الطريقة، ومعنى على بصيرة أي أن كل ما جاء به الإسلام لا يرده العقل الصحيح، أي يؤيده العقل الصحيح. العقل السليم شاهد للشرع، لكن الأصل هو الشرع، فلا يأتي إلا بمجوزات العقول، لا يأتي بما يحيله العقل، فلا يصح إهمال العقل، لأن الشرع لا يأتي إلا بما يقبله العقل. ونحن اعتقادنا أهل السنة والجماعة أن الشرع هو الأصل، وأن العقل السليم شاهد له. نحن لا نقول العقل هو الأصل والشرع تابع له، نحن نقول الشرع هو الأصل والعقل السليم شاهد له، وكل ما في الشرع لا يرده العقل الصحيح، لأن هذا الشرع أنزله الله بالوحي على نبيه، فلا يجوز أن يكون مخالفاً للعقل السليم. قال شيخنا الهرري رضي الله عنه: وأما الجماعة فهم الذين اتبعوه على ملته، وهم جمهور المسلمين، لأن المسلمين بعد الصحابة جمهورهم ثبتوا على ما كان عليه الصحابة من حيث المعتقد ولم يخرجوا عنه، لكن اختلف بعض المنتسبين إلى الإسلام في بعض الأصول الاعتقادية. قال شيخنا الهرري رضي الله عنه: وأراد بالملة ملة الإسلام، وهي التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قامت الحجة والبراهين على كل عبد أن يكون محياه ومماته عليها، أي على ملة الإسلام، ولذلك توارثته الأمة خلفا عن سلف أن يقولوا عند وضع الميت باللحد بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا دليل على صحة ما كان عليه هؤلاء الخلفاء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، سماهم راشدين مهديين. فنحن على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن هذه الأمة سيصير فيها اختلاف الحديث، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: فعليكم بالسواد الأعظم، وفي رواية: وهي الجماعة، رواه أبو حنيفة. المعنى واحد، يعني الجمهور الغالب. أما الجماعة فمعناه جمهور المسلمين، أي الجمهور الغالب، السواد الأعظم يقال لهم الجماعة. لذلك نحن نسمى أهل السنة والجماعة. وأول فرقة ظهرت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج، ظهرت في النصف الأول من القرن الأول الهجري، نشأت في نهاية عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبداية عهد الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء الخوارج يكفرون المسلم إن فعل معصية كبيرة، يقولون هذا يخلد في نار جهنم. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معناه الإنسان الذي يموت على الشرك الله لا يغفر له، أما ما دون ذلك لمن مات وهو عاص لمعاصي صغيرة أو كبيرة الله يغفر لمن يشاء. كل الذنوب إذا فعلها المسلم قد يغفرها الله تعالى له بدون أي سبب ظاهر. الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يتصرف فيما يملك كما يريد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. معناه من مات مسلما مهما كان عليه من الذنوب قد يغفر الله تعالى له كل تلك الذنوب، أحيانا بحسنة واحدة يفعلها، وأحيانا بدون سبب ظاهر، بمجرد أنه مسلم الله يغفر له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معناه إذا واحد من المؤمنين تصدق بجزء من تمرة واحدة من مال حلال ونيته أن يتقرب إلى الله بذلك، الله تعالى يجعل ذلك فكاكا له من النار، يعني يجعل ذلك سببا لمغفرة كل ذنوبه حتى لا يعذب بالمرة. الله تعالى إذا قبل الصدقة من المسلم الذي تصدق من هذا المال الحلال ونيته صادقة، سببا لعتقه من النار، ما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. سبب هذا أنه مؤمن مسلم على عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن كان كافرا وتصدق هل تنفعه هذه الصدقة؟ لا تنفعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. الكافر إن أحسن في الدنيا يعطى رزقا في الدنيا، يعطى صحة في الدنيا، في الآخرة الرسول قال صلى الله عليه وسلم:
لم يكن له فيها نصيب. الله لا يرحم الكفار في الآخرة، مهما كانوا محسنين في الدنيا لا يستفيدون من إحسانهم شيئا في الآخرة. قال شيخنا الهرري: وقوله ويدينون به لرب العالمين، أي ما يتخذونه دينا ويطلبون به الجزاء من الله مالك العالمين. قال شيخنا الهرري: العالمين، العالمون جمع عالم، العالمين كل ما دخل في الوجود من عالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان. وأحيانا يطلق العالمون على الإنس والجن، وأحيانا على الإنس والجن والملائكة. وهكذا أحبابنا الكرام، نكون قد أنهينا المجلس الثاني، حيث تكلمنا على قول المؤلف رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. تابعونا غدا إن شاء الله تعالى لنتابع في شرح كتاب العقيدة الطحاوية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات على الحق والهدى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.